وبعدها نزلت وما شفتهاش من ساعتها. ما قلتلكيش يا مبادئ والمشوار ايه ده اللي رايحه تروحه؟ ماني لما لقيتها مش راضيه تقول ما رضيتش نسالها. يعني هيكون مشوار ايه ده اللي اتبات فيه بره البيت؟ يمكن كانت راحه تسلم شغل لحد من الترزيه. لا يا اختي انا ما شفتش في ايدها اي حاجه. امال راحت فين بس؟ انت عارفه ياما كل الترزيه اللي هي بتشتغل لهم. ابدا يا بنت يا ريتني ما رحت لاخوك. كنت هتقولي لها ايه؟ كنت هتقولي لها ما تخرجيش. قال لها هنعرفه سكتها. طب وانتي والنبي يا مبادئ لما كانت عندك امبارح كانت لابسه الذهب بتاعها من هنا لهنا وكردان اختي عادله كمان. والكردان ده ايه اللي اداهولها؟ ما هي عندها شيء وشويات. قالت لي ان عادله اداهولها لحد ما تقوم بالسلامه. ده ايه المصيبه اللي نزلت على دماغنا دي؟ نروحوا فين ونيجوا منين بس يا ربي؟ انا خايفه حد يكون عمل فيها حاجه عشان يسرق صيغتها. يا عينك يا جبايرك يا تعبان المفازة، يا عينك يا جبايرك يا تعبان المفازة، شرك حاضر تملي وضميرك في الأجازة وريقك سلسبيل ونابك سن فيل قطعه كام؟ ما ترد يا مبديع، هو احنا بنشحته ولا بنشحته؟ خلاص رد وخلصينا خلينا نتحاسبه. يكون في معلومكم سكينة وجوزها ليهم مال. ليه بقى البعزقة دي؟ لكن اشتغلوا معانا سكينة ما تعرفش وجوزها مسافر البلد عند أمه. ده اتفاق، وسكينة لو عرفت هتجرسنا وانتوا عارفينها مهفوفة. ايه دول؟ نصيبك ونصيب عبد العال من سيرة أنيس. انتوا موتوها؟ ومالك يا اختي مفزوعه كده؟ هي كانت عملت لك ايه؟ عملت لي دمره ما تختشيش، بتقول لاني رايا اللي ما يجعلنيش كحل في عينه وما نجعلوش مركوب في رجلي، اني رايا يتقال لي الكلام ده وتشتمني قدام محمد خفاجه وقال ايه؟ انت اللي وديتيني للحرام يا عبد الرازق، لو انا كنت شديتها من شعرها وديتها له بنت الكلب. وعبد الرازق وافق؟ الا وافق، ده كان راسه وألف سفن موتوها، ده هو اللي كان بيزقني زق. داني ما صدقتش النوبة اللي عدت لما قال كده، وقلت في بالي دول شوية زعل وحيعدوا وبكرة يتصالحوا مدام بتحبه وبيحبها. معقولة بقى المرة اللي تحب واحد يخنقها ويتويها؟ صحيح دنيا ملهاش أمان وأهلها غلال. باتت بره ازاي الكلام ده؟ ولحد دلوقتي محدش عارف فينا باتت ولا راحت فين. هي ما فاتتش عليك امبارح؟ مع انها مأكده عليا انها هتفوت. اللي انا مش فاهماه هي ليه ودت البت هانم عندك انت يا ستيتا؟ اشمعنى يعني ما ودتهاش عندي؟ يا اختي ما يمكن المشوار اللي كانت رايحه تروحه قريب من بيتي. كلام معقول برضه، يمكن كانت عايزاكي عشان تروحي معاها عند عديله. مع اني حلفتها بسيدي عماد ما تجيب لك سيره. معلش نتحاسبوا على ده بعدين، المهم دلوقتي انها اتفقت معايا تفوت عليا بعد ما تقضي مصلحتها ونقولك. ولا قولي لي يا ست منى ميسه مفيش حد كده فات عليها؟ ما نعرفش. اني اول امبارح بعد ما رجعت من عندك رحت لها عشان نسالوها عنك ونطمنوا عليكي، واحنا قاعدين جات لها عيله بنت صغيره كده. البنت اول ما دخلت ولقيتني قاعده على حيلي وشوشت أنيسة بكلام أنا ما سمعتش منه حاجة. أنيسة وشها اتغير وراحت مشت البت. البت دي تعرفيها؟ بت حد نعرفوه؟ لا أني أول مرة نشوفوها. ما عرفتيش حتى اسمها؟ اسمها؟ اتهيألي قالت لها يا بت يا بديعة. بديعة؟ عرفتيها يا عديلة؟ دي بت واحدة صاحبتنا. أنا دلوقتي عرفت أنيسة راحت فيها. صباح ازيك يا مبديع؟ ان شاء الله تسلم يا اخوي. وانا يعني اللي وقعت من قعر القفه؟ مفيش ازيك يا ام احمد. معلش ما تاخذنيش، العتب على الناظر. من لا احبابه الناس اصحابه. ايه ده انت الخير والبركه. الا مفيش اخبار عن الجماعه مبديع؟ بعد عنك مش دخلت عيني الاسبيتاليا؟ اسبيتاليا مين اللي قال؟ روحت يا اخويا وسالت وهنروحوا تاني ونجيبوا لك قرارها. ايوه حياتك،
السلام أمانة. عيني. باين عليه واقع قوي قوي، مش زي صاحبه جلان فزع الولايه. اللي بنحق هما لسه زعلانين مع بعض؟ انت عرفتي منين؟ انا يا حبيبتي نعرف كل حاجه. قالوا على وشك يبان يا ندغي اللي بان. عديله الحمد لله على السلامه يا اختي. خرجتي امتى من الاسبيتال؟ النهارده. خش يا اختي تعالي اتفضلي خش. في الف خطوه عزيز. ده انا كنت متفقه مع انيسه تفوت عليا نقولك الاسبيتال، وذبحتلك الوزه اللي كنت مزغطاها، بس والنبي يا اختي ولا عدت ولا جات ولا حاجه. انت اخر نوبه شفتيها امتى؟ اخر نوبه في اليوم اللي دخلتي فيه الاسبيتال. انت عارفه ان انيسه غايبه عن بيتها من ساعتها؟ بصي يا ماما ما نعرف ولا عندي خبر. راحت فين دي؟ يعني مش عارفه يا ريا؟ نحلفولك على الحرمانيه يا اختي عشان تصدقني ما نعرفش. بنتك بديعه عليها شهود انها راحت خدتها من البيت. انيسه ما جاتش مع بنتي، اللي بتقوليه ده ما حصلش، انا شيعت لها صحيح، بس بنتي زي ما راحت زي ما جت. وكنت مشيعه لها بنتك ليه بقى؟ عشان تفوت عليا نروحولك الاسبيتال يا ساوى. ريا بلاش اللوعه ده. وديتي انيسه فين؟ قولي احسن مش هحصل لك. طيب تعرف تشيني يا روح امك. بنقول لك ايه؟ انا مره خلقي ضيق واني صبرت عليك كتير انت وصاحبتك. اخر حاجه هنقولها لك، اللي هتفتح حنكها بكلمه بعد كده انا هنجرسها واللي فيها في ملايه. ريا حرام عليك، حرام عليك اللي بتعملي في الناس ده. ده انت لو بتشوفي امها واختها حالتهم عامله ازاي، صعب عليكي. ايوه عليك يا عزيزه. ما هو انت يا اختي اللي طلعتي فيا زي البارود، زي ما اكون انا اللي مخبياها. انت اصلك مش عارفه حالتي. اني كان مفروض نفضل في الاسبيتال، اني خرجت بس لاجل ما ندوروا عليها، اني كان لازم نبقى راقده دلوقتي. متشر عليك يا اختي، ده احنا اخوات واللي يصيبك يصيبنا. انت قوليلي عايزاني نعمل ايه واني نعملهولك على رقبتي يا اختي. يعني تفتكري هي فين دلوقتي؟ حاجة تلك. أنا بنقول يمكن المغفر عبد الرازق خدها قعدها في حتة. أيوه يعالم إيه اللي حصل. يمكن دي أختي قابلها وكلب عقلها حكم الدوي على ودانا مر من السحر. يبقى اللي يدلنا في حمد خباك حكم. أنا مديها 2 جنيه ودلية ذهب تشيلهم معايا. يبقى احنا لما نروح لمحمد خفاجه تطلبي منه يرجع ال2 جنيه والدلايه، وما تجيبيش سيرك انك عايزه انيسه ترجع خالص. عشان ايه ده كله؟ عشان المخفي عبد الرازق ما ينكرش لو مخبيها، وساعتها يعرف انك بتدوري على حاجتك وبس. لو رجع هو بقى الحاجه نتاكد ان هو اللي حايش الوليه. وتفتكري واحد زي عبد الرازق ده هيخيل على الكلام ده؟ ده يخيل على ابوه. هو صحيح طحش ووشه مكشوف، بس لا تظانه ما بيفهمش.